السلام عليكم ورحمة الله. قبل صلاة العصر جاء سؤال في نفسي، فحينما سألت نفسي هذا السؤال استحيت أن أجاوب، فقلت خليني أسألكم هذا السؤال. ممكن البعض يستغرب من السؤال بحكم انشغالنا بالدنيا وهذا. السؤال يقول: متى آخر مرة دمعت عينك من خشية الله عز وجل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهم النار، وذكر منها عين بكت من خشية الله. في بعض الأحيان نصلي خلف الإمام ويقرأ الإمام آيات تهز الجبال. الله عز وجل يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. القرآن يقول: لو أنزلناه على جبل، يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما بال قلبي وقلبك إذا قسى القلب جفت العين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة، وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. جلس يتأمل في خلق الله عز وجل، فنزلت من عينه دمعة خشية من الله عز وجل. نظر إلى السماء فقال: سبحان من رفع السماء هذه بغير عمل. ونظر إلى الجبال فقال: سبحان من ثبتها. ونظر إلى الأرض فقال: سبحان من بسطها. ونظر إلى النجوم، ونظر إلى هذا الليل والنهار، سبحان الله، في غمضة ساعات قليلة يبدل الله عز وجل هذا الظلام إلى نهار، ويبدل هذا النهار إلى ظلام، كله بقدرة قادر. هذا الكون من يديره غير الله عز وجل؟ فيتأمل الإنسان وتخشع ويخشع قلبه، وحتى بإذن الله عز وجل تنزل منه دمعة لله عز وجل وخشية منه. أسأل الله عز وجل أن يرقق قلوبنا بذكره، وأسأل الله عز وجل أن يقربنا وإياكم إليه أكثر. قولوا آمين.